تنتظر إيران خلال الأيام المقبلة استحقاق سياسي يتمثل في انتخاب مجلس الشورى، إذ سيكون 55 مليون إيراني على موعد لانتخاب ممثليهم في البرلمان يوم 21 من فبراير الجاري. دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الشعب الإيراني إلى المشاركة الحثيثة في الانتخابات البرلمانية 11 المزمع تنظيمها يوم 21 من الشهر الجاري. يجب أن يشارك المواطنون في الانتخابات، وقد لا يكون الحزب الذي يريدونه، ولكن يمكنهم أيضا انتخاب شخص من الحزب المنافس، كما أنه لا دور للحكومة في الانتخابات. إذن يستعد الإيرانيون للتوجه إلى صناديق الاقتراع في 21 من شباط فبراير الجاري لاختيار نوابهم في مجلس الشورى. هذا ويتنافس في الانتخابات أكثر من 7000 مرشح لشغل 290 مقعدا في البرلمان. خجولة تبدو الدعاية للانتخابات البرلمانية في شوارع طهران قبل أقل من أسبوع على موعد التوجه لصناديق الاقتراع، رغم أن الانتخابات هنا ليست مجرد تنافس بين أكثر من 7000 مرشح في أنحاء إيران لملء 290 مقعدا، بل صراع بين التيارات السياسية في البلاد. التحالف بين القوى المحافظة جاء بناء على الرغبة بإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها البلاد، ومن ينضوي فيه يمتلك تجارب جيدة. نحن نسعى لتوحيد الطاقات، لكن بسبب الاختلاف في وجهات النظر هذا لم يتحقق 100%. مجلس صيانة الدستور أقصى حوالي 90% من مرشحي التيار الإصلاحي، ما دفع المجلس السياسي الأعلى للإصلاحيين إلى التحذير مما سماه دب اليأس في نفوس الشعب، ودفع بحزب كوادر البناء المحسوب على التيار المعتدل إلى إعلان قائمته المستقلة، لكن هذا لم يمنع التيار الإصلاحي من السعي لتجميع قواه والإعلان عن قائمة موحدة، مشهد يحاول فيه الإصلاحيون والمعتدلون الاستفادة من عدم نجاح الأصوليين في توحيد صفوفهم المنقسمة حتى الآن على 3 قوائم. نتنافس على 100 مقعد فقط في البرلمان، 30 منها في طهران و70 في المحافظات. نحن نسعى من خلال المنافسة للحصول على 100 مقعد، وأعتقد أن نتيجة الانتخابات ستكون لصالح المحافظين لأن مقاعدهم أكثر. بعيدا عن منافسة يقول مراقبون إن نتيجتها تبدو محسومة لصالح الأصوليين، فإن التحدي الأكبر يبدو في إقناع أكثر من 57 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم. في الانتخابات كل يبحث عن أهدافه، فالنظام يراهن عليها لتكون استفتاء مجددا على شرعيته، بينما يبحث كل تيار سياسي عن دور أكبر له، فيما يبدو الشارع مهموما بالاقتصاد وأوضاع معيشته. شيرين سمارة، العربي، طهران. تعد مدينة قم العاصمة الدينية لإيران، وهي ثاني مدن إيران الكبرى ومعقل علمائها، ومنها انطلقت شرارة الثورة الإسلامية. ومنذ ذلك الحين بقيت المدينة تتمتع بدور مهم وبارز في رسم الخارطة السياسية الداخلية والخارجية للبلاد على حد سواء. لطالما رصد الزقاق هذا من قبل السافاك رجال شاه إيران السابق محمد رضا بهلوي، رصدوه على أمل إخماد أسس نظرية القيادة الدينية للسياسة أو ما يعرف بولاية الفقيه، ومن بيت آية الله الخميني في مدينة قم انتشرت فكرة الثورة. قبل الثورة المرجعية والقيادة كان في قم، وبعد الثورة طبعا انتقل إلى طهران بصفة أنه عاصمة إيران والدولة هناك. كانت قم مصدر قرار ديني وحيد لإيران، فأصبحت الذراع الأقوى في منظومة الحكم الدنيوي أيضا، ولأنها مركز المرجعيات ومدارسهم الدينية فقد تمتعت بموقع مؤثر في إدارة مؤسسات الدولة، إضافة إلى دورها المحوري في رسم خارطة التركيبة السياسية لأي انتخابات
يتجاذب فيها التياران الأصولي المتشدد والإصلاحي. على المسؤولين في الحكومة أن يلتزموا أكثر بالقيم الإسلامية، كما على البرلمانيين وإضافة إلى مراعاة المعايير التخصصية أن يراعوا المفاهيم الدينية في تشريعهم للقوانين واختيارهم للأفراد. في مدينة تتقلص الحريات الاجتماعية فيها مقارنة بنظيراتها في إيران، تتأرجح مطالب الشارع بين حلحلة أزماتهم الخدمية وزيادة أحكام قبضة القوانين الدينية. على المعنيين أن يهتموا بحلحلة مشكلة تحلية مياه المدينة، وكذلك أن يتشددوا بتطبيق قوانين التزام الزي الإسلامي للمرأة. يجب على المرشح أن لا يبتعد عن الشارع وأن ينفذ وعوده الانتخابية، وتحديدا فيما يتعلق بتطبيق الشريعة الإسلامية. في ثلاث جولات انتخابية برلمانية سابقة ينال مرشح مدينة قم علي لاريجاني كرسي الرئاسة. بعد انسحابه من الترشح قد لا يتكرر السيناريو ذاته لمرشحي قم هذه المرة، ولكن يبقى للمدينة ثقلها تحت قبة البرلمان حسب مراقبين. ياسر مسعود، العربي، من مدينة قم. وينضم إلينا من طهران جواد أبو القاسمي، أستاذ في الحوزة العلمية الدينية في قم. يعني سيد أبو القاسمي، قم لها وزنها وثقلها على الخارطة السياسية الداخلية في إيران، ما هو موقفها من هذه الانتخابات وسط التجاذبات التي تشهدها البلاد بين التيار الإصلاحي والتيار يعني الديني المتشدد؟ حياكم الله وأحيي المشاهدين الأعزاء. أهلا بك. أولا بالنسبة للتدخل في الانتخابات، هناك أقسام في العلماء في قم، هناك علماء في درجة المرجعية، والذين هم في درجة المرجعية عادة لا يتدخلون في الانتخابات بشكل مباشر، وإنما دورهم دور تثقيفي للشعب. ففي الانتخابات الماضية ما رأينا إلا في موارد قليلة تدخل وتوجيه مباشر لصالح أحد المرشحين، ولكن العلماء الذين هم في المستوى الثاني عادة يرشحون أشخاص بشكل شخصي وفردي، ويعلنون عن توجيهاتهم وعن تمايلاتهم في الانتخابات، ولكن كما ذكرت لكم الدور الأساس للحوزة العلمية بقوم دور تثقيفي للشعب وبيان الخصائص الضرورية للمرشح الذي تراه الحوزة العلمية بقم مرشح صالح للدخول في البرلمان الإيراني. طيب، هنالك يعني سلسلة مطالب وتجاذبات اليوم تشهدها الساحة الإيرانية الداخلية، بعضها يعني مطالب اقتصادية ملحة، والبعض الآخر يتعلق ربما بالسياسات الخارجية، تحديدا الملف النووي الإيراني. لأي درجة يعني هذان الطرفان اليوم يحكمان الانتخابات البرلمانية، ولأي درجة أيضا الناخب الإيراني اليوم معني بتقديم يعني تنازلات اقتصادية لصالح مصالح إيران الخارجية والملف النووي الإيراني؟ طبعا كما رأينا بعد استشهاد الشهيد القائد حاج قاسم سليماني، الشعب عادة يرون الفكر المقاوم ضد السياسات الأمريكية والسياسات الاستكبارية في إيران، فكما رأينا أثر هذه المشاركة في تشييع الحاج قاسم سليماني في الإحصاءات وفي النظريات لمستقبل هذه الانتخابات. الكل يرون أن التأثير الإقليمي على الشعب الإيراني تأثير قليل جدا بالنسبة لحجم الضغوطات، ويرون أن الشعب الإيراني شعب مقاوم ولا يضغط تحت، لا يرسخ تحت هذه الضغوطات، بالعكس هؤلاء كلما ضغطوا عليهم قاوموا بشدة ضد الضغوطات. ولا أعتقد المرشحين الأساسيين يقبلون تنازلات اقتصادية وتنازلات سياسية حتى
يسووا الوضع المعيشي بإيران بشكل أحسن، بل هم يعتقدون أن السياسة المقاومة تؤثر إيجابيا أكثر في الوضع الاقتصادي. شكرا جزيلا لك من طهران جواد أبو القاسمي، الأستاذ في الحوزة العلمية الدينية في مدينة قم.